السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا بفيديو جديد وهو آخر ما توصل إليه العلم. بس قبل كده يا جماعة بتنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. واحد جلد الإخفاء التجاعيد، طور العلماء طبقة من الجلد عرفت باسم الإكس بي إلا القابلة للارتداء، وهي ناعمة الملمس وغير مرئية ولها القدرة على إخفاء انتفاخات العين وتجاعيد، كما تمنح البشرة النضارة وتخفي علامات الإرهاق عليها. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الطبقة لا تتطلب درجة حرارة معينة أو إضاءة مختلفة عند ارتدائها، كما أنها لا تعيق عملية التنفس إلا أن مفعولها يستمر لمدة يوم كامل. النقطة الثانية، بطاريات تدوم مدى الحياة. تم التوصل إلى اختراع هذه التقنية بالصدفة في جامعة كاليفورنيا. استم اكتشاف أسلاك متناهية الصغر تعود إلى مرتبة النانو، يمكنها أن تدخل في صنع بطاريات يمكن شحنها لآلاف المرات ودون أن يؤثر على ذلك على سعتها، علما أن هذه المادة تعتبر أنحف من شعر الإنسان بآلاف المرات. النقطة الثالثة والأخيرة، المطهر المصنوع من نشارة الخشب. اكتشف مهندس البيئة الصيني أن الخشب يحتوي على جزيئات تشبه الفينول، حيث قام بتسخين خليط من الماء ونشارة الخشب لمدة ساعة ثم تصفيته، واستخدموا المادة الناتجة لاختبار قدرتها على قتل الجراثيم، حيث قضى هذا السائل على بكتيريا اللاشركية القولونية المسببة للتسمم الغذائي وبكتيريا الجمرة الخبيثة، بالإضافة إلى منعه انتقال عدوى فيروسات الأنفلونزا. وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معانا النهاردة. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.